وسط هذه المستثمرة الفلاحية المتواجدة من عمق الصحراء بولاية أضرار، وبفضل سواعد هؤلاء الفلاحين تمكنوا من تحقيق نتائج جيدة في شعبة دوار الشمس على مساحة تفوق 200 هكتار. الشمس اللي قمنا بها العام هذا إن شاء الله راه نشوفها تكلت بالنجاح، رغم يعني الصعوبات اللي فيها من الأول، حنا كنا متخوفين منها بزاف، والحمد لله راكم تشوفوا يعني راح يتكلل شوية بالنجاح، ونتمنى ان شاء الله العام الجاي تكون احسن من هذه ان شاء الله، وتكون نتائج احسن من هذه. في التجربه اللي كانت تجربه في اولها وعيسه لعدم معلومات متوفره عليها عويصه، وهذه هي تجربه قدامكم الحمد لله ناجحه، ورانا معاهم مرافقينهم ان شاء الله. تجربه جديده خاض هؤلاء الفلاحين في هذه الصراعه الزيتيه لدوار الشمس، وحققوا من خلالها نتائج باهره رغم الظروف المناخيه للمنطقه. هاو عباد الشمس اللي كان يقولوا ما يخلق الصحراء، ها شوف ها هو الحبوب تاعو، وكانت الناس تقول زعما ما كانش منها، ها هو شوف عندنا في الصحراء كلش كاين، لا اللي ما بغى يخدم واللي كاين يدير العراقيل ويدير هادشي، ها ما تخافش تكل على مولانا وقدم. حنا نسمنوا المجهودات اللي راه قاموا بها الفلاحين والتحدي اللي راهم قاموا به الفلاحين اللي داروا تاع دوار الشمس، باغي ماذا بينا اللي التزموا ليهم بالحوايج اللي وعدوهم بهم، الوعود اللي داروا ليهم باش الفلاحين الاخرين يقدروا يتشجعوا باش يدخلوا في العام القادم ان شاء الله يقدروا تكون مساحه اكثر. نجاح مشروع انتاج دوار الشمس لم يكن بالهين بالنسبه لهؤلاء وسط تخوفات كبيره، غير انهم حققوا نتائج ممتازه من شانها المساهمه في تحقيق الاكتفاء الذاتي والدفع بعجله الاقتصاد.